مخطط مخزني قذر كان يلوح في الأفق، قاده فوز الأقجع تحت حماية رئيس الفيفا جاني إنفانتينو. هدف الجارة الغربية لم يكن يوما ما بريئا، فهو يكل الغلة والحقد لكل ما هو جزائري، فحرمان أسياد إفريقيا من حفاظي على قبهم كان طوق نجاة لمن عاث فسادا داخل دهاليز الكاف في عهدة رئيس السابق أحمد أحمد. المغربي فوز الأقجع تلقى ضربة تلو الأخرى وصفعة تليها أخرى من أبطال إفريقيا والعرب. وتأجيل كان الكاميرون بالنسبة له هو الطريق الوحيد للتستر على خيبته الداخلية، فبعد فشله في تصحيح الأزمة بين مدرب المنتخب المغربي وحيد حليلوزيتش وبعض المحترفين والإقصاء المدل من كأس العرب على يد الملوك. مخطط مريض درس جيدا لكن حكم عليه بالفشل عندما وجد أمامه هذه المرة أسد الكاميرون سامويل إيتو الذي زأر في وجه الأقجع ومن معه ليرجعوا إلى جحورهم خائبين منكسرين ومنحطين. فكأس إفريقيا ستقام في وقتها، ورئيس الكاف الجنوب إفريقي موتسيبي قطع الشك باليقين ولقنا درسا لكل المشككين، ولن تحرم إفريقيا من عرسها الكبير.